فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن تعمل امرأة محجبة في مدرسة كمعلمة للبنات، ولكن يوجد في هذه المدرسة بعض المعلمين الرجال، مع العلم أن هذه المعلمة لا يوجد منها تعامل مباشر مع هؤلاء الرجال؟ المدارس المختلطة يجنبها المرأة الصالحة لا تعمل فيها، وكذلك يجتنبها الرجل الصالح. المدارس المختلطة بين الرجال والنساء المؤمن يتجنبها. نعم.